سلام، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. غادي نوجد معكم واحد الحليوه ان شاء الله، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. واحد الكاطو ديال العيد سهل وفي نفس الوقت المذاق ديالو رائع والشكل ديالو حتى هو. المهم بسم الله نبداو على بركه الله. هنايا عندنا 250 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، 250 غرام زبده ديال، المهم انا استعملت ايديال ديال الحلويات، خاص ديال الحلويات. غادي نديرو معاها كاس ديال السكر، غادي نديرو معاها شويه ما درتيش مزيان. من بعد ما خلطت السكر والزبده ديالنا هانتوما كما كتشوفوا، غادي نزيدو عليها شويه ديال الزيت. غنبقاو نزيدو شويه بشويه حتى يتجانس لنا مع بعضو. من بعد البنات مرجع لي الخلطة ديالي كريمي، غادي نزيدو عليه جوج بيضات، جوج بيضات. دابا البنات غادي نزيدو الكاس ديال ديال البسكوي مطحون مزيان مزيان. انا استعملت هنايا بغيتي نوريكم، استعملت جولدن، جولدن هو اللي استعملت. هانتوما البنات هذا هو اللي استعملت، هانتوما طحنتو مزيان. كاس خدا لي 4 ديال لي بسكوي، يعني هاد الساشيات هادو، يعني هاد القرصات هادو 4 بيهم. طحنتو مزيان 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 حتى رجع غبره، يعني ما فيش كاع البسكوي هاكك باقي هاكك عاد. ونزيدو عليه كاس الا ربع ديال نيدو، 60 غرام، يعني 60 غرام هي هادي، كاس قل ربع. هانتوما دابا غادي نزيدو الطحين. الطحين انا هنايا دايره 7 ديال الكيسان، بعدا بهادو 7 ديال الكيسان. المهم غادي نديرهم، وديك الساعه الانسان كل واحد على حساب البيض، كاين اللي البيض كبير البيض صغير، المهم كل واحد على حساب شنو. المهم انا هنايا عندي 7 ديال الكيسان، غادي ناخد واحد شويه الاول، غادي نزيد عليها واحد الخميره ديال الحلوه 8 غرام. هانتوما العجينه ديالي كيفاش كتجي، غادي نقسموها على 4. دابا البنات غادي نديروه في وسط كارط ديال المطبخ اولا شي بلاستيك، المهم باش يسهل عليكم انكم تسرحوه وتقطعوه. هانتوما بحال هاد الشكل هذا. هانتوما ها هو السمك ديالو، معرفتش كيبان ليكم. المهم ها هو السمك ديالو، ما كتجيش غليظه ما كتجيش رقيقه،
ودابا غادي نقطعوها. دابا البنات غادي نبداو نقطعو. انا خديت هذا الشكل هذا دائري، ماشي كبير، ماشي دائره كبيره وماشي صغيره. دخلت الصينيه ديالي للفران باش طيب لي الحلوه ديالي. غادي ندوزو ندير كريم كراميل. مهم غادي ندير هنايا كاس كاسونس ديال السكر. من بعد البنات ما ديك الماء الجنسيه مع السكر ديالي، غادي نزيدو عليه شوكولا. انا شوكولا درت انا 25 حبه، يعني حسبت هاد المربعات 25. غادي نزيدهم على هاد الخليط هذا ونبداو نخلطو حتى يذوب لينا الشوكولا مع هذا. من بعد البنات مدار ليا الشوكولا مع السكر والماء، ها انتما بدا كيدير ديك الفقاعات. صافي دابا غادي نطفيو عليه وغادي نخليوه. ها انتما البنات البسكويت ديالي الكاطو ديالي من بعد ما طيبته في الفران على درجه حراره 170، شعلت لهم الفوق ومن تحت ودخلته. ها انتما خصكم تحضيوه باش ما يطيب لكمش مزيان. ها انتما كيفاش كيجي البنات. ودابا غادي ندوزو باش نعمروه، باش غادي نعمروه غادي نعمروه ديك الكريم كراميل اللي كنا درنا، وغادي نديروه هنايا في الوسط وغادي نديرو له بحال هكا. المهم بقاو معايا وشوفوا الطريقه. هانتوما البنات غناخدو واحد بسكوي وغادي نديرو فيه هاد الكريم كراميل. الا شتو البنات قصح ليكم ديروه غير في اما غير في حمام مريم وصافي وغادي غيتطلق. هانتوما بحال هاد الطريقه هادي. وغادي نديرو عليه وحده لاخرى بحال هاد الشكل هذا البنات. وغادي نديروه شوكولا. كندير ليها فحال هكا البنات باش كتجينا لتحت، يعني ما كيكونش فيها ديك الزوائد ديال الشكلاط قاصحين وكلشي، باش كتجي ملسه. كنحطها هنايا في وسط ديال الكارط ديال الاكل ديال المطبخ، ومن بعد كنجرها هكا باش كتعطينا لتحت يعني ديك الشكلاط ملس. انا رجعت لكم البنات بواحد الحلوه الاخرى ان شاء الله. حتى هي العيد سهله خفيفه ودغيا كتوجد. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والتفاصيل كامله. هنايا عندي 250 غرام ديال الزبده مارغرين ديال الحلوه خاص ديال الحلويات، وعندي هنايا جوج كيسان ديال السكر. غير شنو هو؟ واحد الكاس ديال السكر كلاصي وواحد الكاس ديال السكر عادي، يعني سكر حبيبات. وهنايا عندي جوج ديال الكيسان ديال الزيت، وعندي واحد البيضه
وعندي هنايا الخميرة الكيماوية، عندي واحد الساشية ونص يعني 7 غرام على حساب 15 غرام هكاك. وهنا عندي جوج ساشية ديال الفاني، درت معهم شويه ديال الملحه غير باش يتوازن يعني المذاق ديال هاد الحلوه. وهنايا عندي جوج معالق ديال النشا، جوج معالق ديال المايزينا، وواحد دانونه. انا درت نكهه الليمون، نتوما بغيتو ديروا نكهه الفاني ولا المهم اي نكهه بغيتوها، غير هو يعني يكون طبيعي ماشي طبيعي زعما بدون سكر، يعني بلا ما فيش الفواكه ولا شي حاجه، يكون غير عادي. ها هو دابا نبداو على بركه الله. هنايا درنا 250 غرام ديال الزبده، غادي نزيدو عليها السكر. هانتوما البنات، من بعد ما الزبده ديالي تخلطات مع ديك السكر، غادي نزيدو عليها دابا ديك الزيت. الطحين طبعا على حساب الخليط، كما غادي يعني على حساب البيضه على حساب المهم. انتما انا غادي ندير دابا وغادي نقول لكم شحال خدا ليا. بسم الله، ها هو العجين ديالي البنات من بعد ما جمعته بالطحين. المهم خدا ليا على حساب كيلو ديال الطحين هكذاك، يعني 10 ديال الكيسان ديال الطحين. مهم خص ما تكونش العجينه قاصحه، هادشي كتكون رطبه في اليد، يعني كتشكليها كيف بغيتي نتيا، يعني كتجي ساهله في التشكيل ديالها. مهم دابا هاد العجينه ديالي انا غادي نقسمها على ثلاثه، واحد النص غادي نخلطو بالجنجلان محمر ومطحون، وواحد النص غادي نزيد فيه واحد جوج معالق ديال كاكاو ديال الحليب، هذاك اللي كنخلطو مع الحليب ماشي هذاك المر، وواحد غادي نخليه عادي ما غنزيد فيه حتى شي نكهه. هذا البنات غادي نزيدو فيه شويه ديال الجنجلان محمر ومطحون مزيان. نحسب جوج معالق هكاك، هذا غادي نزيدو فيه الكاكاو الحلو. دابا الكورات ديالي هما وجدوا، اللي درت وحده بالجنجلان وحده بالكاكاو وحده خليتها عاديه. دابا غادي ندوزو باش نشكلوهم. مهم طبعا كل واحد كيفاش يبغي يديرهم، انا غادي نقول لكم باش نطبعهم. انا عندي هاد الطوابع ولا مهم هاد الاشكال ديال الحلوه، غادي ناخذهم وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير.
العجين ديال البنات من بعد ما جمعتو بالطحين. المهم خدا ليا على حساب كيلو ديال الطحين هكذاك، يعني 10 ديال الكيسان ديال الطحين. المهم خص ما تكونش العجينه قاصحه، هادشي كتكون رطبه في اليد، يعني كتشكليها كيف بغيتي نتيا، يعني كتجي ساهله في التشكيل ديالها. المهم دابا هاد العجينه ديالي انا غادي نقسمها على ثلاثه، واحد النص غادي نخلطو بالجنجلان محمر ومطحون، وواحد النص غادي نزيد فيه واحد جوج معالق ديال كاكاو ديال الحليب، هذاك اللي كنخلطو مع الحليب ماشي هذاك المر، وواحد غادي نخليه عادي ما غنزيد فيه حتى شي نكهه. هذا البنات غادي نزيدو فيه شويه ديال الجنجلان محمر ومطحون مزيان، حسب جوج معالق هكاك. هذا غادي نزيدو فيه الكاكاو الحلو. دابا الكورات ديالي هما وجدوا، اللي درت وحده بالجنجلان وحده بالكاكاو وحده خليتها عاديه. دابا غادي ندوزو باش نشكلوهم. مهم طبعا كل واحد كيفاش يبغي يديرهم، انا غادي نقول لكم باش نطبعهم.
انا عندي هاد الطوابع ولا مهم هاد الاشكال ديال الحلوى غادي ناخذهم وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير. وها هما البنات الحليوات ديالي اللي وجدت للعيد ان شاء الله يا ربي. هذا هانتوما كما كتشوفوا درته بهذا المرشم، هذا ها هو درت فيه زينته بميميناضة وقوقو مهرمش وشوكولا الفوق. وهذا هانتوما كما كتشوفوا القليب ها هو درته بهاد المرشم هذا وخليته عادي ودرت ليه شوكولا الفوق. وهذا كذلك هانتوما هذا درت له الكراميل داخل وهذا زينته بالشوكولا. وهذا كذلك هانتوما البنات هذا هو المرشم باش درته، درت له كونفيتير الداخل وزينته بشوكولا وكوكو. وهذا ما كان، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الكاطو اللي درت لكم، وبالصحة والراحة الى فيديو جديد ان شاء الله.